يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. اعطوني بس دقيقتين اتصل على ابو جود ارتب معاه فيلم السهره تبع اليوم وارجع لكم. خلوكم قريب لا تروحوا. اوكي، هلا والله ابو جود، كيف حالك؟ هلا هلا والله بالوجيه، بخير، كيفك انت؟ بشرني عنك. زي الفل يا وحش، حتيجي اليوم طيب ولا كيف؟ عفا عليك، بس مو انت امس قلت لي انه اليوم في فيلم وسهره وحركات؟ يا السلام عليك يا حبيب والديك، يعجبني اللي فاكر فيلم السهره. طيب تراك ما قلت لي الفيلم اكشن ولا خيال علمي ولا كوميديا ولا غموض؟ اعرفك انت كذا، مالك 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 جو انت، ايش يهمك يا حبيبي؟ عمر الوجيه خلاك تتابع فيلم وطلع مو حلو؟ لا والله صادق وجيه، بس تعرف يعني عشان واحد يستعد كذا نفسيا لا اكثر. اكشن ولا خيال ولا كوميديا ولا غموض، هذه لعبتي انا، انت بس تعال واترك الباقي علي مره، لا تشغل بالك. هيا جهز الفيلم وظبط الامور، انا بس اخلص لي كم شغله وعلى طول اجي. برضو مظبط الامور وكل شيء جاهز. لا وكمان جايب لك ليز النكهه اللي انت تحبها. يا سلام عليك يا وجيه، يعجبني انك فاهم جوي يا اخي. عفا عليك بس يا بوجود. وعلى طاري ليز، ترى مسوين حمله مره مجنونه. ايوه، تخيل انك تقدر تدخل في سحب على سياره بي ام دبليو، هدايا ثانيه مره رهيبه يا رجل. عفا عليك بس، هيا ركز معايا. اوكي كمل. كل اللي عليك تسويه انك تحضر اعلان ليز على التلفزيون، وفي نهايه الاعلان بيطلع لك رمز، تفتح كاميرا الجوال تبعك وتسوي سكان للرمز، راح يدخلك على نموذج تبع ليز اريبيا، دخل فيه بياناتك وترسلها والف مبروك دخلت في السحب. بس كده، بس كده، ايزي بيزي ليمون سكويزي. حلو حلو، هيا ضبط ضبط الجلسه وجهز الفيلم على بال ما اجي. عنايه يا عنايه، هيا بالله لا تتاخر، بوجود في انتظارك. يلا يلا سلام حبيب ابو جود. ها، وانت كمان عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيهه، كل اللي عليكم تعملوه انكم تحضرون اعلان ليز على التلفزيون وتعملون سكان بواسطه كاميرا الجوال تبعكم للرمز اللي بيظهر في نهايه الاعلان، ومباشر راح ياخذكم لصفحه فيها نموذج ليز اريبيا، عبوا بياناتكم ودخلوها في النموذج واضغطوا على زر ارسال، وبكذا نقول لكم الف مبروك دخلتوا في السحب على سياره بي ام دبليو، كمان هدايا ثانيه مره فخمه مقدمه من ليز اريبيا. ايش منتظرين؟ فالكم التوفيق، وبترك لكم تفاصيل اضافيه في صندوق الوصف. هيا بعد اذنكم أنا روح أجهز الفيلم، لأنه أبو جود لو جاء وما لقى الفيلم بيسوي لي مشكلة. في أمان الله.